دعا البرلمان العربي الأربعاء الماضي لفك الحصار الخانق على المدنيين في تعز باليمن والعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في أنحاء اليمن. وعبر البرلمان العربي عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في اليمن واستغلالهم وسيلة في الصراع الدائر، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب. من جهتها وجهت منظمة التعاون الإسلامي نداء عاجلا للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الخانق على بلدتي مضايا والزبداني في سوريا، إضافة إلى مدينة تعز اليمنية، من أجل دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة المدنيين، داعية في الوقت نفسه إلى أن يتم ذلك في كافة المناطق المحاصرة سواء في سوريا أو اليمن. وأكدت المنظمة في بيان لها الاثنين الماضي أنها تتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني الحرج الذي أسفر عن وفاة المئات نتيجة الجوع والمرض، مؤكدة أنها ستستمر في جهودها واتصالاتها للعمل على إنهاء هذه المعاناة. ومن ناحية أخرى، طالب مدير إقليم شرق المتوسط منظمة الصحة العالمية الدكتور علاء العلوان بسرعة فك الحصار المفروض على مدينة تعز اليمنية والسماح بدخول المساعدات والأدوية والمعونات الإنسانية لسكان المدينة. ونشد العلوان المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية سرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية حتى لا تتكرر مأساة مدينة مضايا السورية في مدينة تعز. وجاءت مطالبة علوان مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بعد اطلاعه شخصيا على الأوضاع الصحية الصعبة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها مختلف المحافظات اليمنية وخصوصا تعز التي تفرض عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية حصارا منذ أشهر. محليا، دانت دائرة المرأة في حزب تجمع اليمني للإصلاح اليمني الأربعاء الماضي موقف المنظمات الدولية والحقوقية من جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع وحصارها الإجرامي لتعز، داعية إلى إنقاذ المدنيين ووقف مجازر الميليشيا وفك الحصار لإيصال الإغاثة إلى المحاصرين.